في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة. هاي يا سيدي بن سيدك، اليوم مش نعمل لكم طاجين، طاجين تونسي. باهي، حبيت نوريكم المكونات شنو اللي هما شنو. الوغ نحتاج هدية باش نحط فيها الفخس متاعي، دهنتها شوية زيت، زيت اللي قليت فيه البطاطا، وإلا الزيت اللي زيت اللي قليت فيه البطاطا، وإلا زيت تاع الاسكالوب. دكاغ، الوغ عندي هوني دو ليفيغ شوميك، زوز خميرة، عندي فروماج فوندو، بيان سور اللي يحب يحط اللي ما يحبش يحط. عندي فروماج كاري كات 4 طويبة، ما عنديش شابلور، عندي شوية خبز، خبز من اللي طيبته وقت البارح باش نستعمله هو. عندي الفروماج غابي، عندي هوني المعدنوس والبصل بيرسول واللونيون، دونك ذبلتهم شوية كيف تراو فيهم. هوني البطاطا متاعي قصيتها ترونشيت ترونشيت وقليتها في شوية زيت، فما اللي يعملها مصموتة، أمي أنا نحبذ هكا نقليها ونسخترها مليح من الزيت متاعها. هوني نشوف عندي السكالوب متاعي، سكالوب قصيتو ترونشيت ترونشيت، فوحتو بشوية ملح شوية كركم وشوية فلفل أكحل، وبعد ما طاب قليتو في شوية زيت، زدت قصيتو وحطيت معاه شوية ليزاست متاع سيترون. هوني عنا 8 عظام، وعندي نص قارصة. بون القارص باش نعصر في الفارس متاع الطاجين، باش نحي لنا الصفورة متاع العظم، باش نخلط المكونات الكل ليكا مع بعضها. هذا الخليط متاعي بعد ما حركته، حطيت المكونات الكل كما تشوفوا فيه، زدت شوية ملح شوية فلفل أكحل وشوية زيت من اللي قليت فيها الاسكالوب. داكوغ، هذا شحطنا. خليت 3 ترونش فروماج فوندو وخليت الفروماج غابي، حطيت نص الفخس، حطيت 3 فروماج اللي قعدوا لي، نحط شوية فروماج غابي ملا، نحط شوية فروماج غابي تقريبا نص اللي خليته فوالا كيما تشوفوا. الو حطيت نص الفرماج لابي اللي خليته في البيريكس باش نكمل النص الاخر نتاع الفخس. الو كملنا الطاجين نتاعنا، هذه عملت صحن كبده وقلوب الراجلي، نحب ياسر حكايه هذوما. هذه شويه سلطه مشويه، هذه الخبز كيما اللي عملته المره اللي فاتت، لكن هذا بالفرينه كهو، ما حطيتلوش سميد، جي بنين على الاخر وجي هشوش، فرانشمون خير من اللي تزيدو بالسميد. هذا الطاجين نتاعنا، هذا الطاجين نتاعنا بعد ما طاب قصيتو بالطبيعه، تقصو كيف يبرد. توا باش نوريكم من الداخل كيفاه، ان شاء الله يعجبكم. هلا دو مورسو هذوك، هلا هذا الطاجين نتاعنا، فرماج من الداخل الفوندو. صحة وبالشفاء ان شاء الله في وصفة قادمة. في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.